طيب الناقد الرياضي احمد اويس معانا من السعوديه، نتكلم على اجواء البطوله ما قبل طبعا مواجهه الكبار، مواجهه زعيم اسيا وعملاق قاره افريقيا الاهلي واتحاد جده. مساء الخير يا احمد. استاذ احمد مساء الخير. احمد برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام، وان شاء الله يوم الجمعه ربنا يكرمنا كده ونحتفل جميعا بفوز الاهلي باذن الله. ان شاء الله. استاذ احمد، اعتقد انها مواجهه من العار الثقيل، سواء على مستوى قدرات وامكانيات كل فريق، سواء على مستوى المديرين الفنيين. جاردو الحقيقه عامل صدى كويس جدا في السعوديه مع اتحاد جده، مارسيل كور الحقيقه قدم اوراق اعتماده الموسم الاخير ونجح في تحقيق القاب كبيره ومرشح حتى لجائزه جلوب سوكر على مستوى الجماهير اللي هتكون حاضره في المباراه او خلف شاشات التلفزيون. اجواء ما قبل بدايه المباراه والرصد الاعلامي او التناول الاعلامي لمواجهه الكبار الاهلي واتحاد جده. هي اجواء ساخنه جدا طبعا، الجمهور السعودي متحفز جدا، وانت عارف في جده نصها اتحداوي زي ما بيقولوا، نصها اتحداوي ونصها اهلاوي، اهلاوي جداوي واهلاوي مصري. يعني الحقيقه انه جمهور الاهلي هنا ان شاء الله هيبقى عدده كبير جدا، وان شاء الله قد يصل لنصف عدد الجماهير في الملعب. الجماهير الاتحاديه متحفزه جدا للقاء. النهارده كان في حدث مهم جدا، الكابتن محمود الخطيب وصل جده واستقبل وفريق النادي الاهلي قبله ذهابه للمران وحفزهم بصوره كبيره جدا، وحضر المران الفريق. والحقيقه انه فريق النادي الاهلي من الفرق الكبيره اللي تقدر في المواجهات الكبرى اللي زي دي تبقى موجوده. يعني النادي الاهلي ممكن نكون مش مبسوطين شويه على الاداء في الفتره الاخيره، ولكن في المناسبات الكبرى الاهلي طول الوقت موجود وطول الوقت بيقدر يحقق النتائج اللي ترضي جماهيره. فان شاء الله يوم الجمعه اعتقد ان كل اللعيبه هتبقى عند حسن ظن جماهيرها وتقدر تحقق النتيجه المرضيه لينا وتأدي الاداء المرضي لجماهيرها. من النتيجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن احنا بننتظر منهم الاداء اللي يخلينا مهما كانت النتيجه فخورين بلعيبه النادي الاهلي. ومش مطلوب اكتر من كده، ومتفق معاك تماما. كلمني على اصداء فوز اتحاد جده امبارح على اوكلاند سيتي وتوقعات الجماهير الاتحادويه، جماهير الاتحاد لمواجهه الاهلي. يعني شايف الناس هناك ايه؟ شايفه ان فرص الاتحاد كبيره؟ شايفه ان المباراه صعبه؟ انت بالتاكيد قريب منهم وعارف او قادر تنقل لنا احساسهم او مشاعرهم قبل المواجهه. بص، هو جزء كبير جدا من جمهور الاتحاد قلقان من مواجهه النادي الاهلي. مهما كان الفريق الاتحادوي مدجج بالنجوم وعنده لعيبه كبيره جدا زي كريم بنزيما وكانتي وجوتا وحجازي ورومارينيو، مجموعه كبيره جدا من النجوم، ولكن في الاخر هو بيواجه النادي الاهلي، بيواجه زعيم افريقيا الدائم. طبعا في فرحه كبيره بالفوز، ولكن هو فوز، خلينا نكون واضحين برضو، هو فوز خادع، لانه حتى في الشوط الثاني جاردو المدير الفني الاتحاد جده ريح بقيه النجوم عشان لانه عنده بعد 48 ساعه مباراه، فقرر يريح نجومه واكتفى بالفوز بثلاث اهداف. اوكلاند سيتي هي المواجهه السهله لكل فرق الدول المنظمه في البطوله، يعني اي فريق بينظم البطوله على ارضه ما بيبقاش بطل قاري، فبتبقى بالنسبه لمواجهه اوكلاند سيتي هي المواجهه السهله اللي بيعدي فيها بمنتهى السهوله المباراه. فمواجهه اوكلاند سيتي لا تمثل حكم على فريق اتحاد جده، وزي برضو ما هنقول انه خساره اتحاد جده من دمك في الدوري السعودي قبل اللي هي اخر مباراه للاتحاد السعودي في الدوري مش مقياس لمستوى الفريق، لا الخساره قدام دمك مقياس ولا الفوز على اوكلاند مقياس. هو مباراه الاهلي ليها حسابات ثانيه. الجمهور هنا طبعا شايف انه عنده حظهم عالي على النادي الاهلي، المواجهه الوحيده للفريقين كانت في كاس العالم للانديه، وهي كانت اول مواجهه للنادي الاهلي. محمد نور، هدف محمد نور بهدف محمد نور، والحقيقه انه الاهلي وقتها لما نيجي وقتها يعني تعكس الايه هتلاقي انه وقتها النادي الاهلي كان كل التوقعات بتقول ان الاهلي هيكسب بسهوله، لانه الاهلي وقتها كان الجيل الذهبي محمد بركات وابو تريكه وعماد النحاس ونجوم كبار جدا واسلام الشاطر وعماد متعب وفلافيو، مجموعه كبيره جدا من النجوم الكبار اللي كان رايحين نكسب، ولكن الحقيقه اللي حصل ان احنا خسرنا. ف
كره القدم ملهاش مقياس، ملهاش معايير، اللي بيأدي في الملعب هو اللي يقدر يفوز، هو اللي مستواه في اليوم ده عنده فورمته هو اللي يقدر يفوز. في الاخر احنا النادي الاهلي بنشارك للمره التاسعه، بنشارك للمره الرابعه على التوالي في دوله عربيه، واعتقد انه ما حصلش قبل كده انه البطولات لعبت في اربع دول متتاليه في دول مختلفه وشارك فيها فريق واحد. الفريق الاهلي اعتقد هو الفريق الوحيد اللي بيشارك مره رابعه على التوالي. احنا صحيح. كنا موجودين في قطر في وان كان النسختين دول سواء من اتحاد جده او من النادي الاهلي ليهم في يعني في الكفتين عوامل ترجيح كبيره جدا، يمكن على مستوى الاسماء والقيمه التسويقيه والنجوم اتحاد جده كفته اكبر، لكن على مستوى المشاركه في المونديال، على مستوى الخبرات، على مستوى المواجهات، يمكن فريق او الجيل ده من النادي الاهلي قدر يكسب فرق قياسا يعني بالاسماء والقيمه التسويقيه اعلى بكتير من اتحاد جده، وده يرجح كفه اي فريق منهم ان شاء الله في مباراه الجمعه. استاذ احمد عويس انا بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بان احنا نسمع صوتك ونطمن ونعرف منك اجواء المواجهه المنتظره قبل يومين من بدايتها، بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اتكلم في التفاصيل وادخل في التاكتكس والكوره وازاي بيفكر كولر وازاي بيفكر جاياردو في ماتش يوم الجمعه، خلينا نروح